اليوم غنشوفوا أكبر لغز لقضية اختفاء تشارات فرنسا. السبب التوحد ما عارفه، ولكن الطريقة باش اختفت أليكسيا فويو خلت أعداد كبيرة من الناس تخرج مسيرات بيضاء. أليكسيا اللي كانوا عندها بزاف الناس سيبغيوها، أكثرهم وفاء هو راجلها اللي حتى حاجة ما قدرت تخليه ينسى مراته. اليوم في هذا الفيديو غنخليكم تعرفوا نوع مميز من الرجال، الراجل اللي ما عندوش مشكلة يبكي قدام ملايين الناس باش يقول ليهم أراني ما قادرش نعيش بلا مراتي. المحققين اللي فارت موجودين، يلا نبداو. الاسم الكامل جوناثان دافال، تاريخ ومكان الازدياد 16 يناير 1984 في مدينة غراي. عنده 34 عام، عايش في واحد بلاصة تيقولوا ليها لا هونتسون، بلدة صغيرة ما تتعدوش السكان ديالها 5500 نسمة، فيها سبيطار، 4 ثانويات وكنيسة تبنت في القرن 15 ميلادي، وهذه هي الكنيسة اللي تزوج فيها جوناثان مع أليكسيا فويو نهار 18/7/2015. هذا النهار كان من أسعد النهارات اللي دازوا في حياته، لدرجة أنه ما تمالكش راسه وبدا كيبكي من شاف أليكسيا لابسة الكسوة البيضاء. كان حب كبير بيناتهم، كل شيء كان كيقول عليهم أنهم كوبل مثالي. نجيو دابا لأليكسيا فويو، تزادت نهار 18 فبراير 1988 في غراي، عندها 29 عام، ختها سميتها ستيفاني، وما خدامة مستشارة في البلدية، وباها كان عنده بار تيبيع فيه الشراب، تياخد حتى الرهان من عند الكليان اللي كيلعبوا تشيرسي. أليكسيا عندها الماجستير في علوم التربية، بنت ضحوكية عزيز عليها الحياة. أول مرة شاف دافال كانت في 2004 منين كان عنده 16 عام، باقا هذيك الساعة كتقرا في الليسي، شافته في واحد الحفلة وبغاته من هذيك اللحظة. جوناثان ديك الساعة كانت عنده 21 عام، كان واحد الدري حشومي ومهدن، وفي نفس الوقت ماشي اجتماعي بزاف، وتقدر تقولوا ماشي من هذوك الدراري اللي باسلين. وبما انهم الدراري اللي ما فيهمش الزعامه، أليكسيا هي اللي غتمشي لعنده وغتحاول تجبد معاه الهضره وتعرف عليه اكثر. جوناثان دافال زاد وسط 4 الاخوت وجوج الخواتات تبارك الله، عائله كبيره كانت متوسطه الدخل. با كان عامل ولكن تفارق مع ماماه فاش كان عنده 2 عامين، وهو كبر مع راجل ماماه اللي كان حتى هو كيعامله بحال ولده، قدروا تقولوا هو باه اللي حل في عينيه. ماما كان عزيز عليها جوناثان بزاف، ولكن غيموت باه الحقيقي فاش غيوصل 12 عام. غيكبر جوناثان وغيكمل قرايته، قدر يشد ديبلوم في المعلوميات، تيقولوا ليه بروفي تكنيسيان سوبيريور اون انفورماتيك، هو اللي قدر يخدم به في شركه بوظيفه مستشار في الصيانه وتركيب الحواسيب. مع الوقت قدرت علاقتهم طوال لمده 11 عام، وهي اللي غتوصلهم النهار اللي قرروا فيه يتزوجوا اللي كان في 2015 كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. داز عرسهم زوين، كاع العائله فرحات فيه. من بعد مشاو دوزوا شهر العسل في جزر كاينه في المحيط الهادي. منين غيرجعوا غيسكنوا في دار جداها من بعد ما شراوها وصلحوها وقادوها، وهنا بداو حياتهم الزوجيه هانين. قبل ما يستقروا في الدار ديالهم كانوا عايشين في دار أليكسيا مع امها وباها، وجوناثان كان عزيز عليهم بزاف حيتاش كان مهلي في بنتهم. دابا غنوقفوا هنا وغادي نجيو من بعد 2 عام على الزواج، بالضبط في واحد الليله اللي كانت 27 اكتوبر 2017. أليكسيا وراجلها مشاو لدار والديها اللي كانوا كلهم مجموعين بسبب بنتهم ستيفاني اللي جات من باريس، هي وراجلها غريغوري جاو باش يدوزوا عيد الكاثوليك. تيقولوا لي لا توسا الليله كانت زوينه، وأليكسيا عاونت امها في الكوزينه، وهي اللي صايبه الديسير على كاسيدي اللي كان واحد السلطه ديال الفواكه كانت عزيزه عليه هي وماماها. جوناثان وصل معطل الحفله، شنو هو السبب حتى واحد ما سولو، وهو وأليكسيا كانوا ناشطين ضاحكين قراب لبعضياتهم. دوزوا هذيك الحفله تعشاو تواعدوا مع عائلتهم ومشاو في حالهم. في الصباح مع الساعه 9:15 توصلت اخت أليكسيا ستيفاني بواحد الاس ام اس تقول فيه أليكسيا بانها خرجات باش تجري ودير سبور ديالها كيف ديما، ويلا بقى ليها شي وقيته راه غدوز عندها تشوفها. اختها استغربت من هذا الميساج، علاش؟ لان ماشي من عاد أليكسيا تخرج لبرا باش تجري، عندها في الدار طابي غولون هي اللي كتستعمل ديما. مع 9:50 داز جوناثان عند امو اللي كانت عايشه قريبه ليهم، دخل فطر معاها. هنا بدات كتلاحظ انه ماشي هو هذاك، ماشي في حالته الطبيعيه، وهي تسولو ولدي اش وقع لك، جاوبها قال لها أليكسيا خرجت الصباح
وباقا لدابا ما رجعتش للدار. خرجات دير سبور، شفتها تعطلت بزاف، غاسكتي خايف لا يكون تعرض لها شي واحد في هذيك الصبحيه. مع 10:49 دقيقة خرج من عند امو ومشى لخدمته، بقى فيها واحد شويه. من بعد داز عاد نسيبو للبار، داز عنده مع 11:10 تقريبا، شرب معاه قهوه وقال لي ان الكسي خرجت دير الرياضه ولحد الساعه باقا ما رجعتش للدار. قال لي نسيبو بلا ما تقلق، يمكن دازت عند شي وحده من صحاباتها ولا مشات تقدا شي حاجه، بلا ما تبقى قلق درك ترجع. جوناثان خرج من البار ومشى للدار ديال نسابو، صونا في الباب. حالت لي موت الكسيا صابتو كيبكي في واحد الحاله يرتا لها، دخلاتو بدات كتصبر فيه هي وستيفاني اخت الكسيا. موت الكسيا كتصبر فيه وكتقولي بلا ما تقلق ولدي، بنتي راه غترجع انا كنعرفها. راجل ستيفاني جرو من يديه وركبو في الطوموبيل وبداو كيدورو في البلده كيقلبو، خرجوا حتى النواحي وغادين وكيسولوا على الكسيا، ما خلاو حتى واحد، لا صحاب ولا معارف ديالها، مشاو حتى للسبيطار وسولوا تماك والو ما كاين ليه حتى اثر. مع 12:30 دازوا عند الجدارميه باش يديروا الديكلاراسيون. غريغوري راجل ستيفاني قال ليه راه ما غاديش يقبلوا من عندنا الديكلاراسيون لان السيده عندها 30 عام، ويلاه باش دايزه ساعتين على الغياب ديالها غيقولوا لنا تسناو حتى تدوز المده الطبيعيه. ولكن العكس هو اللي وقع، استقبل من واحد الجدارمي ودخلهم لواحد البيرو، تما بدا كيسولهم اش عندك ما ديكلاري. جاوبو جوناثان قال ليه هاد الصباح مرتي خرجات باش دير سبور مع تسعود وما رجعتش، موالفه دير نص ساعه حتى لساعه الضروب كاع وترجع في حالتها للدار. دابا راه 12 والزياده والسيده باقا ما رجعتش. هنا عاود سولو الجدارمي فاش خرجات باقي عاقل علاش كانت لابسه، قال ليه كانت لابسه سبرديله بالكري وفيها الغوز، شورت كحل، جيله ديال الصوف احمر وتقاشر بيضين، الطول ديالها 1.70 متر، كتوزن شي 50 كيلو، دايره نظر ديال الشوف، الكادر ديالهم كحل. الجدارميه خداو التصريحات ديالو بجديه وقالوا ليه انهم غادي يبداو يقلبوا عليها من دابا وغيرسلوا فرق البحث في كاع احياء البلده، وفي حاله ما صابوهاش غياخذوا الاذن من الوكيل باش يستعملوا الوسائل الكبيره في البحث بحال الهليكوبتر والكلاب البوليسيه المختصه. رجع جوناثان هو وغريغوري وبداو كاملين كيقلبوا على الكسيا، حتى الناس ديال البلده شاركوا في البحث. غير ساعات قليله من وراء الاختفاء حتى ولات قضيه الكسيا على كل لسان، دوزوا حتى في التلفازه، وهذا الشيء اللي غيخليها تولي قضيه راي عام، كل شيء ولا باغي يعرف فين مشات البنت. الناس ديال البلده داروا مسيره بيضاء وزعوا المناشير، اللي شاف الكسيا ولا عرف عليها شي حاجه يقولها. واحد البحث جماعي دار كبير بزاف، راه الاف الناس اللي شاركوا، ركزوا على البلايص اللي كانت الكسيا كتريني فيها هي وراجلها، لعل وعسى يلقاو ليها شي اثر ولا شي حاجه من حوايج مليوحة تماك. طوال البحث وبدا الياس كيدخل لقلب والديها والعائله ديالها، كدوز يومين تقريبا 48 ساعه وباقي ما كاين حتى اخبار على الكسيا. في النهار الثالث الجدارميه عيطوا على والديها وغادي يدخلوهم المكتب ديال الوكيل، قالوا لهم انهم صابوا واحد الجثه النص ديالها محروق، ولكن لحد الساعه ما عارفينش واش الجثه ديال بنتهم. من بعد التشريح غادي يوصلوا الحقيقه ان هذيك الجثه ديال الكسيا، واللي اكتشفوا انها ماتت مخنوقه وتيبان عليها علامات كثيره ديال الضرب في بلايص كثيره من الجسد ديالها خصوصا وجهها. هذا الشيء بلا ما نقول لكم انه صدم العائله، باها ما اختها وجوناثان اللي كان حاس من الاول ان الكسيا وقعت لها شي حاجه خايبه، تصدم بزاف وكانت حالته كتضر في الخاطر، كان هو اكثر شخص مؤثر بالموت ديال الكسيا. باها فكر بان بنته ممكن كانت ضحيه ديال شي متشرد شنكار في الوقت اللي ظنت امها انها ممكن كانت ضحيه ديال شي سكيري من الكليان ديال البار، عنده شي تصفيه حسابات ولا شي تيرسي ما خرج ليش هو هذاك، باغي ينتقم من باها راه اختار هذه الطريقه. حتى السكان ديال البلده ولاو خايفين خصوصا العيالات، ولاو باغي اللي دار هادشي في الكسيا يتشد في اقرب وقت باش يقدروا يرتاحوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه. جا نهار الجنازه كلشي حاضر، نقدروا نقول لكم ان مئات الناس حضروا الكسيا بسبب انهم عارفوا واش وقع ليها. جوناثان مسكتش من البكا درج ان بات الكسيا ولا خايف لا توقع ليه شي حاجه، ما بقاش يتفارق معاه. جوناثان هو اللي اختار الصندوق ولا التابوت اللي غادي يدفن فيه الكسيا، اختار كل شيء حتى الاكسسوارات اللي غادي تكون داخل. الحاجه اللي صدمت الناس هو ان جوناثان لبس الكوستيم اللي كان لابس في عرسو نهار تزوج بها، مشى عند باها وقال لي واش ممكن لبسه، قال لي دير اللي ترتاح فيه ولدي لبسه، ومن بعد مشى تسرح فوق النعش ديالها وبدا كيبكي. هذا المنظر ما كانتش شي حاجه كيشوفوها الناس ديما،
كان منظر غريب، والسؤال علاش اختار كسوة ترسل هذاك النهار. المحققين بداو خدامين لان القضيه ولات راي عام، كلشي كيتسنى، خاصهم ضروري يوصلوا الفاعل في اقرب وقت. اول مشتبه به قدروا يوصلوا ليه هو واحد السيد سميتو انطوني. هتقولوا ليا علاش شدوه؟ غنقول لكم شكوا فيه لسبب بسيط، وانه كان كيدور في المنطقه اللي تلقات فيها الجثه. تشد انطوني وبقى في الحراسه النظريه تقريبا 24 ساعه، ولكن من بعد تاكدوا بلي السيد كان دايز من تما كيعاون بحالو بحال بزاف ديال الناس اللي جاو يديروا يديهم مع فرق البحث. هذه ما دير خير ما يطرا باس، واخا هكاك المحققين ما استسلموش وبقاو خدامين. من قضيه أليكسيا ولات قضيه كبيره، ناضوا الناس اللي كيتريدوا رياضه المشي، يعني الناس ديال سبور، تجمعوا وداروا نهار تمشوا فيه كاملين باسم أليكسيا. هادشي كان في بزاف ديال المدن في فرنسا. اييه، باش تعرفوا التاثير ديال القضيه فين وصل، كانت حتى واحد الخرجه تسمات بالخرجه البيضاء، ضامنوا فيها مع عائله أليكسيا وراجلها، واللي دارت في مدينتها. وفعلا جات العائله وجوناثان، وباش يشكروا الناس قالوا واحد الخطاب. مامات أليكسيا قالت للناس باللي بنتها ماتت، ولكن هي غتكون رمز الحريه بالنسبه لاي مراه كدير رياضه المشي وكتخرج بوحدها. موراها جوناثان قال الخطاب ديالو، ولكن ما كانش فيه شي حاجه مهمه، بقى غير كيبكي، قال جوج الكلمات وبحال السيد بغى يجي للارض كيف ما كنقولوا خولي ركابي. باقي ما تقبلش ان مرته تموت بهذيك الطريقه. دازت 3 شهور ساقله، المحققين ما بانوش، ما استدعوا حتى واحد من عائله أليكسيا، لا والديها لا راجلها لا صحابها، دار بين الطم. والناس بحال بدا كيوصلهم احساس ان القضيه تنسات، أليكسيا تنسات، ولكن انا غنقول لكم بالعكس، البحث باقي غادي، والمحققين تيديروا في خدمتهم باش يشدوا المجرم، وتيديروا كل شيء في السر. بالرغم من الحزن الكبير والالم والصدمه، بدات الناس كتولف وكترجع لحياتها الطبيعيه. وجوناثان هذا الوقت كامل بقى على اتصال دائم مع عائله أليكسيا، ولكن ما نساش مرته، ولا كيشك في صحابها، حتى شي افراد من العائله. ومن تيهضر معاك كيوصل لك الاحساس انه تيقلب على اللي قتل ليه مرته، داير خدمته بوحدو. واحد النهار من النهارات العاديين، ام أليكسيا كتشوف طوموبيله ديال الجدارميه وقفت ليها قدام الباب، نزلوا منها جوج العناصر. منين وصلوا عندها قالوا ليها مدام احنا شدينا اخيرا اللي قتل بنتك، وانه في هذه الساعه تحت الحراسه النظريه في لابريغاد. منين سولتهم شكون هو قالوا ليها هو جوناثان. جوناثان اللي الفيلم كامل هو كيبكي علينا، ما عرفنا نبكيو على أليكسيا ولا نبكيو عليه هو اللي ما بقاش قادر حتى يوقف. اول كلمه خرجت من فمها امبوسيبل، ما يمكنش، راكم غالطين بزاف. اما بات أليكسيا مشى عنده جدارمي برتبه كونونيل حتى البار ديالو، قال لي سير اخويا جيب الطوموبيل ديالك من عند جوناثان، راه حنا شادينو عندنا. جابو بات أليكسيا، ما يمكنش يكون هو، لدرجه انهم اتصلوا بالمحامي هذيك الساعه وعينوه باش يمشي يتبع جوناثان. هذاك المحامي عيط على الجدارميه بغى ياخذ معلومات، تيقولوا لي يجي عندنا راه حنا في دار جوناثان. ملي وصل عندهم شافهم كيقلبوا لي في الدار، هو يقول في خاطره مشي فيها جوناثان. بما انه رجل قانون كان عارف انه ما يمكنش للمحققين يقلبوا الدار بلا اذن الوكيل، وما يمكنش الوكيل يعطي الاذن حتى تكون عنده ادله قاطعه تحت من يديه. اذا المحققين كانوا غابرين وتيبحثوا في السر، ما بغاوش يخرجوا بداك الشيء اللي عندهم حتى يكون عندهم دوسي صحيح للادله فيه تكون دامغه. ودابا خليوني نعاود ليكم كيفاش المحققين قدروا يوصلوا لجوناثان، وامتى بالضبط بداو كيشكوا فيه. المحققين منين شافوا تصرفات جوناثان وهذاك البكاء كامل، بداو كيشكوا فيه، خاصهم يعرفوا واش السيد فعلا مؤثر ولا كيمثل. هذاك الشيء علاش كلفوا ناس اختصاصيين باش يقراو مزيان حركات الجسم ديال جوناثان والتعابير ديال وجهه، وبناو على الفيديوهات اللي تصوروا ليه في الكنازه في المسيره البيضاء. هاد الفيديوهات اللي كتشوفوا دابا هما اللي تبنى عليهم تقارير الاختصاصيين، واللي كتقول ان جوناثان من المحتمل انه يكون هو اللي قتل، لان حركته كلها كتبين انه تيمثل على نسابه، وان هذاك البكا ديالو تمثيل في تمثيل. هادشي ماشي غير هضره، الا
اعتمدوا على قواعد علمية نفسية، ونقدروا نقولوا أن هذا هو التقرير اللي خلى الوكيل وفرقة التحقيق حاطينه تحت المراقبة وداروا حتى تليفونه تحت تصنت. المكالمة ديال التليفون عاونتهم باش الصورة تبدأ توضح ليهم أكثر وأكثر. بحالاش اكتشفوا أن الوقت فاش كان تهضر مع شي واحد تهضر عادي، ولكن ملي كيتصل بعائلة أليكسيا كيتبدل تيولي بيه الحزن، النبرة ديال صوتو كلها تتبدل. واش انت كتكون حزين غير فاش كتهضر مع والديها؟ دابا منين غادي يوصل المحققين لهاد النتيجه قالوا زكا رحنا في الطريق الصحيحه، خاصنا نكملوا في هذا الاتجاه، لان باقي حتى لدابا ما كايناش شي حاجه قاطعه، عندنا غير تقارير الاخصائيين النفسيين اللي كيبقاو بشر يقدروا يغلطوا، وعندنا الاستنتاجات ديال المحققين الشخصيه، حتى حاجه ما مؤكده. هنا بداو كيرجعوا لهضره جوناثان اللي قال لهم ان أليكسيا خرجت جري في هذاك الصباح. واش شافها شي حد؟ واش تلاقات مع شي حد؟ كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو انهم عايشين في بلده صغيره، شي كيعرف شي، ضروري زعما غتكون تلاقات مع شي واحد في الطريق وخا تقول لي غير سلام. ولكن ما كاين حتى علامه كتبين ان أليكسيا خرجت تجري في داك الصباح، من غير الميساج اللي صيفطت الخطة تقدر ما تكونش كاتبه هي. الحاجه الثانيه اللي كتدخل الشك ان واحد من الجيران عطى افاده للجندارم كتقول انه الليله ديال النهار فاش خرجت تجري أليكسيا سمعت طوموبيل جوناثان دارت امارش وضربت واحد البلاكه تتكون قدام الديور. منين جاي طل كيلقى طوموبيل جوناثان تدخل للكراج ديال دارو. فاش سولو جارو على ايمتى سمع هادشي بالضبط قال لهم جوي ديك الوحده و 26 دقيقه ديال الليل. كان عاقل مزيان حيتاش فاش سمع الخبطه خرج يشوف منين جايه، ولكن جوناثان اكد لهم بلي هما من رجعوا للدار مع هذيك 11 ونص ناسو، لانهم كانوا عيانين من الحفله ما فاقوا حتى لديك 7:15 دقيقه ديال الصباح. جارو ما بانش ليش كون اللي كان سايق الطوموبيل، ولكن نفترضوا واحد اخر اللي كان سايقها. جوناثان زعما ما غيسمعش الصوت ديال طوموبيلته محركه اللي الجيران وسمعوها هو لا. دابا هضرت من صحيحه، واش هضرت الجار ولا هضرت جوناثان؟ هذاك الشيء علاش مشاو قلبوا الطوموبيل باش يتاكدوا بلا ما يحس جوناثان كيلقاو فيها التراكر جي بي اس اللي غيبين التحركات ديالها في هذيك الليله. وهنا لقاو بان الطوموبيل فعلا تحركات ومشات في الوقت اللي قال لهم جارو، عكس الفيرسون اللي قال جوناثان بانهم كانوا ناسين وما خرج حتى واحد فيهم. دابا المحققين تاكدوا مره اخرى بانهم شدوا الخيط اللي غادي يوصلهم القاتل، ما عليهم الا يزيدوا يغرقوا مازال في البحث. لحد الساعه ما كاينش دليل مادي قوي، والنتيجه اللي وصلوا ليها ما كافياش باش يوجهوا الاتهام لجوناثان. دابا الدليل المادي الصحيح اللي غادي يكتشفوا اللي غيخليهم يشدوا جوناثان من بعد 3 شهور ديال التحقيق هو فاش تعمقوا في تراكر جي بي اس واكتشفوا ان في هذيك الليله طوموبيل كانت قريبه للبلاصه فين تلقات جثه أليكسيا ب 15 متر، ولقاو في نفس البلاصه اثار ديال البنوات كيشبهوا الاثار البنوات اللي في طوموبيل جوناثان. طبعا غتقولوا لي ناديه البنوات راهم كيتشابوا، غادي نقول لكم ان البنوات ديال طوموبيلتو فيهم ديفو خارج من لا ميزون، ونفس الديفو لقاو المحققين في الاثار ديال التراب قريبه للبلاصه في لقاو أليكسيا. نزيدكم الدليل الثالث اللي غادي يزيد يورط جوناثان هو ان أليكسيا فاش تلقات ميته كانت ملويه في واحد التوب رقيق، وداك التوب قديم كان ديال جداها عزيز عليها محتفظه بيه في دارها اللي كاين فيها غير هي وجوناثان. والديها فاش شافوا التوب عرفوا بلي هو نفس التوب اللي كان في دار أليكسيا، والوحيد اللي قدر يوصل لهذاك التوب هو جوناثان. من بعد هاد النتائج كامله اللي خدات 3 شهور المحققين غادي يشدوا جوناثان دافال بتهمه القتل، وخدوا وقت كتير باش يفهموا عائله أليكسيا انهم ما ظالمينوش، وراهم الادله وشرحوا لهم لانهم ما كانوش مطيقين. كاينين حوايج بزاف كيخلوك تشك فيه، ولكن ملي كتشوفو كتقول لا لا ما يمكنش يديرها. حتى المحامين ديالو فاش كيخرجوا بشي تقرير للصحافه كيحاولوا يبينوه انه في الداخل ديالو واحد الدري صغير وحنين وما عارفش ومسكين تهرس فاش ماتت مراتو، هو اصلا مجروح وحساس خلوق. ولا جينا نتعمقوا في الماضي ديالو غادي نلقاو ان هاد الهضره بصح. جوناثان كان واحد الشخص اللي معروف عليه حساس بزاف، اي حاجه ممكن تجرحه، لانه في صغره والديه طالقوا وماماه تزوجات براجل اخر اللي ولا باه من بعد، وهذا الشيء خلى عنده صدمه. وعاد زيد عليها فاش كانت عنده 12 عام مكتشفات باللي عنده مشكل في السمع، وهذا الشيء اثر عليه وخلى الدراري في المدرسه كيتنمروا عليه، وهاد العوامل كامله خلته يكبر هو منغلق على نفسه
وخاطره مهرسه. دابا رجعوا فين وصلت حريرته، الدفاع ديالو غادي نصحو باش يقول الحقيقه باش منها يرتاح والحكم يتخفف عليه. واخيرا بدا جوناثان كيعترف وهو كيشرح للمحقق اش وقع في هذيك الليله، وهو تيعاود جاتو هستيريا ديال البكا وقال لهم في لحظه انه خنق أليكسيا ولكن كانت غير حادثه، يعني ما قصدش يقتلها. تقرير اللي عطى محامي جوناثان الصحافه كيقول فيه باللي جوناثان كان من النوع اللي ظريف بزاف، كيصبر بلا قياس، ولكن الا تعرض للضغط راه كينفجر. في لحظه غضب ما قدرش يتحكم في راسه، قش أليكسيا بلا ما يحس، قتلها واللي طلع عضاه. المحامي حاول في اقواله يبين ان جوناثان ماشي انسان عنيف، ولكن شي حاجه اللي وصلاته لديك الحاله النفسيه واللي خلاته يقتل مراته اللي كان كيبغي بزاف. هنا غنبداو نسمعوا واحد جزء اخر من القصه. محامي ديالو قال باللي أليكسيا كانت شخصيه اللي كتحتقر جوناثان وكتهرسو وما كتعطيش قيمه، وهذا الشيء كانوا عايشينه جوناثان مع قلة الثقة في النفس اللي تربت فيه، كان احتقار أليكسيا لي كيزيد يأزمه كتر وكتر. هذا الشيء بقى كيزيد 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 حتى ما بقى جوناثان قادر يتحكم في أعصابه، وتقدروا تقولوا أن هذا الشيء تراكم وخلى منه سبب باش يقتلها. في لحظة وصل الغضب اللي ما كانش قادر يجاري، وفي النهاية راكم كتعرفوا كل شيء. شوفوا دابا هاد الهضرة كاملة تقالت من عند دفاع جوناثان، ممكن باش يعطي سبب قوي لداك الشيء اللي دار، ما نقدروش نعرفوا واش هاد الهضرة صحيحة ولا لا. الطرف الاخر اللي ممكن يعطينا الفيرسون ديالو راه ميت. الناس اللي كانوا متابعين هاد القضية يحسوا بالشمتة، لانهم كانوا كيحاولوا يواسيو ويكونوا معاه، حينتاش جوناثان خلى كلشي يبان ليه باللي هو محروق على موت مراته. ولكن اللي كان صعيب بزاف هو ان والدين أليكسيا اللي تشمتو ديال بصح 3 شهور كامله وهما كيحاولوا يوقفوا معاه نفسيا، ولاو خايفين عليه وكانوا مسكنينو معاهم باش ما يحسش براسه بوحدو، لدرجه ان بات أليكسيا بدا كيبكي على جوناثان في واحد الانترفيو اللي قال فيه بنتي مشات، وحتى جوناثان مشى معاها بقوه ما كان متيق ان راجل بنته تيتقطع على موته. مورا هاد الاعترافات والدلائل اللي تحطات، جوناثان تعتبر هو المجرم الرئيسي وغادي يتحاكم في قضيه قتل. رجعوا شويه لحياه جوناثان مع أليكسيا باش نفهموا ديك الهضره اللي خرجت من طرف محامي ديالو شنو كان سببها. غنقول لكم ان أليكسيا وجوناثان مورا ما تزوجوا واحد الوقت بحال اي كوبل قروا يولدوا ويكبروا عائلتهم الصغيره، داكشي باش أليكسيا كانت كدير مجهود كبير باش يكونوا عندهم وليدات، كانت كتمشي على الطبيب وكتاخذ تريتمون غيخليها ترفع حدود الحمل ديالها دغيا. ولكن جوناثان ما كانش مقتنع بفكره يكون اب في داك الوقت، وكان ما مسوقش لداكشي اللي كدير أليكسيا، حتى منين كتمشي لعند الطبيب ما كيكونش معاها، غالبا كتمشي مع اختها ستيفاني. وستيفاني لاحظت باللي جوناثان ما مسوقش القضيه يكونوا عندهم وليدات. منين سولت اختها قالت لي لا 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 راه غير ما مساليش مسكين وعنده الخدمه بزاف، وهاد القضيه كانت هي السبب اللي كيتخاصموا عليها وكيتناقشوا عليها ديما. في هذا الجزء من قضيه دافال جوناثان غيبدا يعاود لينا حوايج جديده على مارتو. دا كيقول بان أليكسيا كانت كتجيها نوبات عصبيه ما كتحكمش في راسها درجه كتضربو. اياه، ولكن اللي غريب هو ان أليكسيا مورا ما كدير هادشي كتسخف قوه الاعصاب وكتبقى ناعسه حتى النهار الاخر، ملي كتفيق كتكون عاديه ولكن ما كتبقى عاقله على والو. غير جوناثان اللي كان كيقول لها اشنو درتي واشنو قلتي، وحتى ستيفاني قالت باللي أليكسيا عاودت ليها على هاد القضيه، ولكن قالت باللي عمرها شي مره عقلات على راسها دارت ولا قالت شي حاجه غير جوناثان اللي كيعاود ليها شنو طرا. بان لكم هادشي غريب ياك، هادشي كيخلي الواحد يشك واش جوناثان كان كيدير شي حاجه لمراته بحال دواء مثلا باش تغيب لسبب حنا ما عارفينوش، ولا بصح أليكسيا كانت كتعاني من هاد النوبات العصبيه وكانت كتداوي عليها، لدرجه ان مامات أليكسيا كتقول ان في واحد المره عيطت ليها في التليفون وكتهضر معاها حست بنتها بحال مبوقه ولا مدروقه وحالتها ما هيش، فقالت ليها ما سيري بنتي ترتاحي راكي ما هيش. أليكسيا منين جا لغد لي نفس البلان ما بقات عاقله على والو. اللي خاصكم تعرفوا ان في تقرير التشريح اللي دار الدم ديالها لقاو باللي أليكسيا فعلا شربت شي دوايات اللي خطيرين، واحد منهم ممنوع فرنسا والاخر كيتعطى وصفه طبيه،
وهاد الدويات كيخدم غير الناس اللي واصلين واحد الدرجه خايبه ديال الاعصاب. غيجي في بالكم واحد السؤال مهم، أليكسيا كانت كتاخد هاد الدواء بارادتها ولا كانت كتشربه بلا ما تعرف، وخاصه انها كانت باغا تحمل؟ يعني ضروري غيكون في خبارة ان هاد الدويات ممنوعين في الحاله ديالها، وغتكون راده البال مع راسها. جوناثان خد هاد النقطه ديال ان أليكسيا كانت صحتها العقليه ممكن نقولوا شويه ما هياش مع المعاناه ديالو معاها باش يقاد الموقف ديالو قدام المحكمه، ولكن هاد الاقوال كاملين غيتبدلوا. اش غيتبدل عاوتاني؟ في 27 يونيو 2018 جوناثان رجع في اقواله كاملين وقال بلي ماشي هو اللي قتل أليكسيا، ولكن عائله مراته اللي قتلت أليكسيا. اناري كيفاش؟ القصه الجديده هو انه قال لهم بلي نهار تجمعوا في دار والديه هذيك الليله باش يتعشاو، واحد الوقيته بداو كيدابزوا هو ومراته، شويه ستيفاني اختها بدات حتى هي كدابز معاها، وغريغوري باش يدافع على مراته دخل في نزاع مع أليكسيا. الموقف صعب والغضب زاد، في لحظه غريغوري قاش أليكسيا، يعني راجل اختها قتلها وماتت لي في يدي، وهذا الشيء وسط العائله وكلشي كيشوف. قصه كانت ضعيفه، المحققين ما تيقوش هاد الفيرسون، ولكن واخا هكا قالوا نديو على كدا قلو. عائلة أليكسيا فاش سمعت بهاد الهضرة اللي تقالت ضدها تصدمت، كيفاش قدر حتى يفكر يقول هاد الشي؟ وطلبوا من المحكمة باش يشوفوه، كنظن غالبا بغات عائلة تشوفو باش تأكد واش السيد ممكن يقول هاد الهضرة مباشرة هو تيشوف ليهم في عينيهم، يعني بغاو يواجهوه. تقبل الطلب وبدا كل شخص في عائلة أليكسيا كيدخل وكيجلس قدام جوناثان، وجوناثان كيعاود نفس الهضرة باللي هما فعلا اللي داروا هاد الشي وغريغوري هو السبب. حتى وصلت النوبه ديال مامات أليكسيا اللي سميتها ايزابيل. ايزابيل حيتاش كتعرف مزيان راجل بنتها كانت حافظاه بحال ولده، وهذا الشيء اللي خلاها تعرف كيفاش تعامل معاه فاش غادي تدخل عنده. اول حاجه قالت لي بونجور، بدا كيترعد مشوجه، كيفاش السيده كتقول لي بونجور وانا متهم بقتل بنتها؟ وزادت عطاتو التصويره ديال القطه اللي كانوا مربين هي وأليكسيا، وقالت لي واش كتفكر في أليكسيا؟ واش كتفكر في القطه في هذه اللحظه كيف غتكون بلا أليكسيا؟ في هذا الموقف ما قدرش جوناثان يصبر ورمى راسو على رجلين اليزابيل وقال لها انا اللي قتلتها سمحي لي، انا اللي قتلتها ما قصدتش، وبدا كيبكي. محاكمه زادت طوالت وصلت حتى لتاريخ 16 نوفمبر 2020، النهار اللي تحطوا فيه كاع الدلائل لادانه جوناثان. اولا قضيه انه ما قصدش يقتلها غير غلط وماتت ليه في يدي، هاد الهضره ما كايناش لان عمليه الخنق حسب التقرير بقات 4 دقائق اللي هي مدة طويلة، يعني جوناثان كان عارف راسو اش كيدير. ثانيا ليكريز اللي كانوا كيجيوها في التحاليل بان باللي مدة طويلة وهي كتاخد هذاك الدواء، يعني ممكن يكون تخطيط للقتل المسبق، ولكن جوناثان انكر هاد القضية وانكر حتى قضية انه حرقها. قال المحكمة انا قتلتها بالصح ولكن ما حرقتهاش، يمكن شي حد اللي حرقها. ولكن اللي غريب ان جوناثان بقى كيقول ما حركتهاش ما حركتهاش، حامل مره شويه قال اه حرقتها مره واحده، وهذا الشيء في شكل. كاينين الناس اللي متابعين القصه كيقولوا بلي ممكن جوناثان يكون مخبي شي حاجه، ممكن يكون كيغطي على شي حد اخر، ولكن كيف قلت لكم كيبقاو غير فرضيات وبزاف ديال الاسئله اللي مورا هذا الشيء ما لهم حتى جواب، بحال هذا السؤال اللي غادي نقول للمحققين ديالي ضرني راسي بغيتكم تجاوبوني عليه. ما عرفتش واحد الحاجه لاحظتها واش لاحظتوها حتى نتوما، جوناثان الشركه اللي كان خدام فيها كانت عاطيه الطوموبيل ديال السيرفيس، وباش تبقى تراقب التحركات ديال الموظفين الطوموبيل مركبه فيها جهاز تحديد المواقع جي بي اس، وهذا الشيء الموظفين راهم عارفينه. في نفس الطوموبيل اللي قلبوا المحققين وجبدوا منها الهيستوريك ديال المواقع اللي مشى ليها هذيك الليله اللي اختفات فيها أليكسيا، السيد راه عنده ديبلوم بي تي اس بروفي دو تكنيسيان سوبيريور اون انفورماتيك، واش السيد ما غاديش يكون عارف ان الطوموبيل فيها جي بي اس وكتسجل في التحركات ديالو؟ كون كان شخص عادي نقدروا نقولوا ما عارفش ولا نسى، ولكن هذا راه الدومين ديالو. واخ واحد السؤال اخر، اللي باغي يخرج مرتو بالليل باش يمشي لوحه غينوض كاع هذيك الغيلاله بالليل؟ ضروري زعما خاصو يضرب هذيك البلاكه باش الناس يجيبوا خبارو. جوناثان ما عندوش سوابق ولا بروفايل ديال المجرم، ما عندوش حتى الفورمه باش يقتل، نقولوا مرتو عصباتو وجمع ليها كلشي وقتلها، واش ما كانش عارف ان هذيك البنت ما تصلحش ليه؟ راه بقى 11 عام عاد تزوجو، وعلاش لصق الموت في العائله؟ السؤال الاخير، علاش ما فاش دخلت عنده رجع قال انا اللي قتلت؟ زعما غتكون وراتو غير هذيك التصويره؟ اللي خايب وقادر يقتل ويحرق غتاثر فيه التصويره فيها مشه. من هاد الاسئله ما كنقولش لكم انه بريء،
ولكن كاينين شي بلانات ما باينينش في القضيه. الادله اللي جمعت ضده تحكم عليه ب 25 عام حبس، ولكن حسب الخبراء ممكن يدوز منها غير 16 عام ويخرج الا طلب استئناف الحكم. كانت هذه هي لافير دافال. شكرا حيتاش وصلتوا حتى لهذا الجزء من الفيديو. ما تنسوش انني كان بكم بزاف. السلام عليكم.